السلام عليكم، تحياتي للجميع. خالد الراشد معكم، ابو طه كندا. في شغله حابب اقولها للناس اللي بتوصل جديد لهون. هلا قبل ما هذا يرجع عشان ما حنعمل حادث، ثواني بس حيفوت فينا ابن المحروقه من قبر كف رجع. ثواني هلا بكفي الموضوع. العمى شو تران هذا راجع حيخبط فيه كان. اوكي نرجع لموضوعنا. الناس اللي بتوصل جديد مشان الشغل، اذا بدك تعتمد على بدك تحط الحزم بالجرن ما بتلاقي شغل. في ناس كتير عم بيقولوا لي مشان موضوع الاكسبيرينس اللي بيسالوه عليها العالم، انه ما عندك اكسبيرينس، كيف دو يو هاف اكسبيرينس ان كندا. بدك تحل هذا الموضوع تروح تشتغل فالنتير. وانا حاطط كيف الواحد بيلاقي شغل فالنتير، بفوت على انديد وبيلاقي الشغل اللي بيناسبه. تشتغل تطوعا بلوشه، بس هدول البلوشه بتحطها عندك على الريزومي تاعيتك او السي في، ناس بيقولوا لها بس تحطها عندك، هيدي شغال هون كذا شغالها، هي بتدعمك عشان تشتغل، فبصير فرصك للشغل اكثر. هيدا هو الحل الوحيد للي بتقدر تلاقي منه شغل، تشتغل فالنتير يعني تطوع مجانا فتره معينه. هدول بتحطهم عندك على الريزومي، ساعتها يوم ما تعمل الريزومي وتقدمها على اي شركه بيقبلوك دغري. حتى لو زبال، حتى لو زبال الشغل مش عيب. يعني انا مش عم قلل فيها اللي بفكر. انا كنت عم دور اني كيف بشتغل زبال سوكلين هون، ما كنت عارف كيف. لا يعني انا بشتغل ما بيعني لي، ما بيهمني راي الناس، يعني راي الناس وصر ميتي سوا ما بيهمني. يعني هلا اذا بشتغل زبال وطلع مصاري احسن ما اروح عوز اي ابن حرام يعطيني دولار. هيك انا المنطق اللي عندي، اشتغل بالخرا وما تعوز الخرا. هيك هي احلى مثل بالعالم. فحط ببالك تشتغل فالنتير، واذا بتيجي اول ما توصل فيك تشتري سياره تعمل دليفري سكيب ديشز او اوبر ايت. انا بفضل اوبر ايت عشان اوبر ايت بتشتغل وقت ما انت بدك، ما بتختار الشفت اللي بدك اياه عشان تشتغله. فهيدا عم بقول انا اقتراحات للعالم اللي بتوصل، وخاصة للعزابة بدك تتخزق يا كبير. يعني بدك تحاول تسعى اكتر واكتر، غير اللي بيكون عنده عائلة واولاد بيكون معتمد. كل ما تكبر العائلة هون كل ما بصير يعني شركة وبتجي لك مصاري منها، الاولاد بيجوا يعني بتريح بتسيسر امورك. الله يهني اللي عنده اولاد ومرأة، انا معين عليه، بس انا عم بقول الفكرة. اذا بتوصل عزابة لهون تجوز اعمال عائلة وبصير وضعك احسن، حياتك بتصير اريح اسهل. هون معظم الناس بياخذوا مره عشان تساعدهم بالحياه. انا هذا المنطق عندي، هو مش غلط بس انه ما بحسه زلمه هذا اللي بيعمل هيك. انت رجال بدك انت تعين مرتك مش مرتك تعينك. هو بالمنطق ما حيقدر، لانه اذا اشتغل حيطلع له 2000 2500 دولار اخر الشهر. شو بدها تكفيه كمان على شهر البيت؟ بيكون 2000 دولار هون، 2500 كمان صار. الا اذا كان واحد بده يستاجر غرفه يشير مع عالم، هذا موضوع تاني. بس انا عم بحكي على فكره الشغل. حاول اشتغل، حاول اشتغل. اوه الباب مفتوح يا ويلتاه. لا مش مفتوح، والله فكرته مفتوح. حاول اشتغل فالنتير بس فتره مؤقته، هيدي كلها لصالحك انت والله العظيم. واذا بدك تيجي لهون شو هي الاشغال هلا بحكم هلا نحن عم نحكي ونحكي، شو هي الاشغال الحلوه انا بنظري بكندا هون؟ اللي بيجي بيشتغل بالميكانيك بالسيارات، هاي شغله توب يا جماعه اللي بيشتغل. والله العظيم. لانه ليش؟ امبارح رحت عند تبع شكمونات سيارات. هلا الزلمه الله يهني، يعني انت لو فايت عند دكتور ارخص عمل لي الاشكمون اخذ 300 دولار، يعني بس انه لحم 300 دولار. ما بيقبل الا كاش، ما بيقبل الا كاش. قلت له اعطيني ريسيت كذا، قال لي نو، قال لي كاش. يعمل لي هيك براسه، هندي هو كان. ما يعني في شغلات هون حلاق، اذا بتجي فيك تشتغل بقلب بيتك حلاق، بتظبط زباينك. ميكانيك سيارات بتصلح للعالم. هذول شغلات حلوه بس بدها شويه وقت. انت بس بتمنى من اللي عم يسمعني ما تتمسكن لتتمكن، لانه هذا منطق خرا. واحد بيجي لي بتتمسكن لتتمكن، ايش هو يهود نحن؟
خلص خليك على طبيعتك، اللي بيقبلك زي ما انت بيقبلك، ما بيقبلك كس اخته اذا بيقبلك هيك. خلص امشي على منطق انت بقى. امشي على منطق انت انت، ما تقعد تعمل لي فيها روميو وجولييت. خلص امشي على منطق هيدا انا اللي بده اياني، هيدا انا بمساوئي بسيئاتي. لانه هون معظم المغتربين بيتمسكنوا ليتمكنوا، وهيدي صراحه انا مش عم بعرف اعمل هالشغله، ولا حتركب براسي لو حتى بدي يوقف رزقتي، بدي موت، شو ما بدي اعمل هيك. خلص هيدا الشخص قدامي مش طايقك، مش طايقك. وعلى فكره والله العظيم انا عم بخسر كتير شغلات بسبب هيدا الشيء اللي انا عم بعمله، مش عم بعرف اتمسك على اتمكن. خلص اذا واحد كرهته خلص كرهته. وكمان ما زال هيك عم نحكي، في عالم عم بتقلي مش رقم تليفونه هيك، والله العظيم مش انه انا كبره مني، انا ما بدي وجع راسي ولا بدي وجع راس حدا. فانا اللي بقدر وصله معلومه هون لا اكثر ولا اقل، واللي بلاقي الكومنت تاعي تقدر تجاوب عليها بقدر. ما حدا يبني علي امال، انا عم حاول هون على العالم، بس مش انه فكره انه انا صرت يعني المخلص هذا اللي بيقول لي بتقدر تساعدني اجي لهون. ما انا عم اقول كيف اللي بقدر اوصلكم اياه عم اوصلكم اياه، اللي بيطلع باستطاعتي. بس انا ماني هالشخص الواو يعني مثلي مثلكم والله، بس الفرق انه عم حاول اوصل لك شغله، وصل شغله للناس للي ما حدا عم بيوصلها. يعني معلومه بسيطه ممكن تيسر لك امور بتلاقيها معجزه هون، والله العظيم بتكون معجزه. العرب بالغربة فينا نقول العرب جرب، اللي بده يزعل يزعل، بس هي العرب جرب بالغربة إلا من رحم ربي، عشان هون هيك بنكون عدلناها. في ناس حرام معطرين ما لهم لا لهم لا بيضروا ولا بيفيدوا، هدول بحالهم على العين والراس يعني. بس أنا عم بحكي كيف قصدي أنا بهالمنطق. هلا أنا ركبت ساتلايت، قلت لكل الناس لقينا ساتلايت $50 لمدة سنة، اشتراكه $50 لمدة سنة. انا شو بينقص مني اذا قلت للعالم هذا الاشتراك $50؟ هيدي الفكره اللي عم بوصلكوا اياها. سهل على غيري، ما انا مش عم ضرك عم فيدك، بس انت ليش ما بدك تخليني استفيد بالستلايت مثل ما انت استفدت؟ هاي اللي انا عم حاول اوصلكوا اياه. حتى لو بكون عم تموت قدام الناس هون كمغتربين، ما حدا حيطلع فينا. هاي خليها ببالكم للعالم اللي بتوصل. هاي فتحنا 100 موضوع بألف عزيز، كنا بدنا نحكي بس على موضوع الفالنتير. يلا يا حبيبي يلا، والبيت بلكي بكره بصوره او بعد بكره لخلص، لانه نقلت هلا صرت بالبيت الجديد بعدني عم رتب فيه ما خلصت الموضوع. والله العظيم حتى انا العنا صرت مضيع، انا خلص 100 وشه براسي، حكينا 100 موضوع بموضوع هلا ضياع. حلو يا سلام. يلا حالكو يعطيكو العافيه، بنحكي بعدين. هيدي دردشه الله اعلم قد ايه رحمه هلا بنشوف قد ايه. بس بتمنى اللي عم يسمعني هلا، بس بدك تيجي ما تفكر بموضوع انه شغل ما في، لا في شغل، في شغل معبى. وان شاء الله بدي احط لكم رقم كمان شركه، هيدي اجنسي بتحط الرقم، انت الشغل اللي بدك اياه بدوروا لك وبلاقوا لك، بصير ياخذوا منك على الساعه مصاري. مهم ما حدا ييأس، اللي عم يسمعني ما بدي حدا ييأس عن جد، لانه قلنا لكم سبق وحكينا وين الالم، خلقنا هون وحنموت هون. فانتوا اركضوا اعملوا اللي بدكوا اياه، هيدا عمرك، هيدا الالم هو عمرك، اعمل اللي بدك اياه، ما تخلي ولا اي ابن احبه يتدخل بحياتك. لو بدها تلفك الشغله تموت، هيك المنطق هلا، خاصه بس تتغربوا. كونوا مش وحوش، كونوا قد حالكم، لانه ما حدا لما تبكي تتوجع ما حدا حيحس بوجعك، والله والله العظيم. وخليكم قوايا للي عم يسمعني واللي حيتغرب، خليكم قوايا. الغربه بدها اعصاب اعصاب اعصاب، ما حدا حيدعمك الا نفسك. مش حالك كل لنفسك كل شيء، بس كن قد حالك، كن قد حالك. يلا السلام عليكم، باي.